اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده معايا ايه؟ معايا عروسه البيبي بورن ومعانا 10 اطقم مختلفه ليها. ايوه عروسه البيبي بورن الفظيعه، هنعمل لها بقى ستايلينج ونعمل لها ايه فاشن بقى ونلبسها 10 اطقم مختلفه بالشكل بقى بتاعها الفظيع قوي ده. ونشوف بقى معانا اول واحد ده رقم 10 اهو. بصوا بقى البرنس الفظيع يا خلوزي، شكله حلو جدا. عليه بقى ايه شكل دباديب كده صغنونه تقريبا او خرفان، دي مش عارفه الصراحه. ممكن احنا نلبسها الايه الكابيشون كده او ننزله. الله اهو، اما كده ممكن احنا بقى نلبسه ده اوكي وننزل ده على عينه. واو، هي ممكن بقى ده طقم النوم ده رقم 9، البيجامة بقى الفظيعة دي. الله، وعليه هنا بقى اشكال البيبي بورن مع البط والوز والحاجات دي، ورا بقى شكل الدباديب دي، وبننزل بقى عليه كوفر بتاع العين عشان يكون عنده ديب سليبينج، وفي بقى روب كده بيتشد منه. اوكي شكله فعلا فظيع، ده رقم بقى 8. الله، ده لبس بقى الهابي بيرثداي بتاعه. هنا بقى ايه لونه زي فستان كده فوشيا، تحس ان هو ستان. عليه بقى شكل الكلب. الله، وهنا بقى فوق التاج بتاعه هابي بيرثداي مكتوب عليه بقى بيرثداي جيرل. اوكي، وهنا بقى الكلب بينفخ الكيك وتحت علامة البيبي بورن. واو، من ورا بقى بيتفك من هنا ونقدر ان احنا نلبسه لها. ده بقى معانا مرتبة رقم 7. هنا بقى بص المايو الفظيع قوي ده، لا شكله فعلا فظيع المايو ده مع النضارة الشمس بقى مع الكاب عشان ما تتحرقش من الشمس في الايه في الصيف وهي بتنزل بقى بسين. بصوا عليها الكلب بقى والعوامة ونضارة بينك برضو بقى عاملة ستايل جامد قوي فوش عليها. هنشيل بقى، بص ممكن تقلع النضارة وتحطها كده بقى فوق راسها او تلبس الكاب او تلبس دي لوحدها او دي لوحدها. هنا معانا رقم 6 بيبي بورن لبس الدكتورة. واو، بترفع بقى ايديها وبتنزلها تاني، ومعانا هنا الحقنة بتاعت الدكتورة ومعاها السماعات كلبس على الايه على البلط بتاعها الفظيع. وهنا في بنطلون بقى لونه ستريتش كده لونه بينك، ده لبس الدكتوره بتاعها. اوه بصوا فظيع خالص. هنا بقى معاها ادوات الدكتوره كترمومتر ومقص والحاجات دي اللي بتستخدمها. وهنا بقى ده الايل بتاع الفضي اللي فوق رقم بقى 5. هنا بقى الفستان الفظيع اوي ده، الدرس ده لونه اخضر بقى في بينك وعليه كله اشكال الورد. لا شكله حلو قوي. الله، شكله جامد جدا جدا جدا. اوكي بالايه بالشكل بتاعه. هنا بقى معانا رقم 4. هنا بص بقى الفراشة، واو بالأجنحة بتاعتها مع العصاية السحرية على شكل الفراشة. اوكي مع شكل الدوكة بقى اللي عليها شكل فراشة. الله، الفستان بتاعها ايه باللون روز بقى فوشيا في بينك، وفي كمان حاجات جليتري كده تحس ان هي خيالية خالص. بيبي بورن على شكل جنية او باتر فلاي. الله بصوا، لا التوكة بتاعتها كمان فظيعة عليها شكل الفراشة دي، عجبتني قوي 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 الاوتفيت بتاعها الفظيع ده. هنا بص بقى رقم 3 يا خراشي. الله، هنا بقى لبس الحصان، لابسة بقى البوت والخوذة والجاكيت جلد بقى او ايه، وهنا عليها تي شيرت عليها الحصان وبنطلون كده لونه بقى ايه موف. الالوان بتاعتها فظيعة مع لبس الخيل ده مع الايه مع العصاية مع الايه مع البوت بتاعت الحصان مع كل الادوات مرة واحدة. لا ده برضو كمان فظيع عجبني قوي. ونشوف معانا بقى المركز التاني. الله، بص البيبي بورن البرنس الفظيع بتاع الحمام ده لونه بقى بينك سادة كده خالص على علامة البيبي بورن، وتحت بقى فيه ادفنتشر وورد وكده، وهنا من ورا مكتوب عليه بيبي بورن.
الله، ده رقم 2. ناعم جدا، القماشة بتاعته حلوة قوي، عجبني جدا جدا جدا. وده من اكتر حاجة المفضلة بالنسبة لي. دلوقتي نيجي للمركز الاول. بص، ده جاز بيبي بون بالبامبرز والتيتينا، بس ده اخد المركز الاول معانا. صراحة مش عارفة ليه ده مفهوش لبس اساسا، ان هنا بيبي بون بلبوسة، بس شكلها برضو جامد قوي. الله، لا فظيعة فظيعة فظيعة. انا الصراحة عجبني جدا كل الاطقم بتاعت العروس البيبي بورن. قولي بقى في الكومنتات يا ترى اني رقم من الاوتفيتس الاطقم بتاعتها اللي عجبتكو. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب الاطفال. توحشيني اوي يا اصحابي، باي باي.